هنا في هذا اللقاء العلمي الدراسي اللي كيتمحور حول النموذج التنموي الجديد وعلاقته ببرامج التنمية الجهوية والنموذج الدار البيضاء الكبرى، وطبعا بمشاركة مجموعة الوزراء ومتخصصين وعمداء الكلية وأساتذة جامعيين وطلبة لدراسة التنزيل وآلية تنزيل برامج التنمية الجهوية عامة وخصوصيات المرحلة، على اعتبار أن هذه البرامج التنمية الجهوية هي التي تعطي طريقة خارطة الطريق بالنسبة للمشاريع الكبرى، بالنسبة للأولويات على مستوى الجهة. وكنعرفوا أن المغرب الآن مقبل على محطة كبرى اللي هي 2030 لتنظيم كأس العالم، واللي كيحتاج تهيئ وكيحتاج يعني مواكبة من طرف جميع الفاعلين، خاصة الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين أيضا. إذن هذه المناسبة هي لإلقاء الضوء على أكبر محاور ديال هذا البرنامج المتكامل ديال جهة الدار البيضاء الكبرى على مستوى التنمية الجهوية، وأيضا المجالية، لأن هذا البرنامج هو أيضا لإعادة المجال خصوصياته وتحدياته، وأيضا الإكراهات اللي كتخلي التنمية الجهوية يعني ما تمشي شيء بالشكل اللي مطلوب. إذن مناسبة مرة أخرى لتدارس ونقاش وإبداء الرأي حول هذه الأولويات وحول هذه برامج التنمية الجهوية.